بدك؟ أنا سفيان بابا، هدي حالك هدي حالك. طالع برا طالع برا. أوكي أوكي طالع. معقولة هيك تفوت علي مثل الحرامية والتانيين للتلاوة؟ بابا أنت اللي ما سمعتني. معليش، معناتها ما بتفوت، بتدق الباب بتصرخ يلي بدك يعمله، المهم ما تنقذني. 100 مرة صرت مفهمك إنه هيك فصول ما تعملها معي. ليش شو عملت؟ المرة الجاية بروح فيها، حاسس إنه قلبي حيوقف. أنت عم تزيدها شوي، بالظاهر شايف لك شي فيلم رعب قبل ما تفوت على الحمام. حاجة بابا لمرد الدم، عن حق أنت شي يوم بدك تقتلني. شوي تانية بروق. اسمع سفيان، إذا بدك بنروح بنقعد بشي محل. صدقيني ماني قدران. طيب إمتى رح ترجع على المستشفى؟ ما بعرف، بس حاسس حالي ما رح أقدر أشتغل. سعيد بيسلم عليك، هو كمان حابب يشوفك. إن شاء الله باليومين. سلميني عليه. الله يسلمك، مع السلامة. ليش؟ عن حق انت شي يوم بدك تقتلني. بابا انت كل ما عصبت مني بتقلي هالجملة، ليش؟ لأنك ما عم تسمع كلمتي. انت بتعرف اني بعمري ما رفضت لك طلب. لك يا ابني هي كلمة تعودت هيك قولها، لغو كلام يعني. لا، احيانا بحس انك بتقصدها فعلا. شو هالحكي؟ ليش في حدا بيقتل ابوه؟ ما جاوبتني. أنا ما بستاهلكم طبيب. أنا قتلت والدي الله يرحمه. تتذكري لما طلعنا لعند ابن خالتك على الوطة؟ غسان؟ تتذكري اللوحة اللي رسم لي اياها؟ بتذكرها، لأنه ما عجبتني يومها، ولما أنت رحت بهدلته مشانها، هو قال إنه هي فن مو فوتوغراف. Thank you.
انت شو بدك؟ شو بدك انت؟ ما بدي شيء، يعطيك العافية. بالمناسبة أنا طالع لك بحب الخيل كثير. ليش مين قال لك إنه أنا بحب الخيل؟ بشوفك لما بتتاخد بسباقات الفروسية بالتلفزيون. أنا بحب الرياضة. على فكرة امبارح شفت حالي عم بتفرج على مهر صغير كثير. هي مو أول مرة بشوف فيها هالحلم. اليوم بالصدفة شفت محل بيشبهه كثير. طب أنا لما كنت صغير كان إلي علاقة شي بالخيل؟ الحمد لله كفاها رب العالمين. أنا شبعت. Thank you.
يعطيك العافية عم. والله في واحد هون ساكن بالمنطقة اسمه أبو خليل الرز، بتعرفه شي؟ هو اسمه أبو خليل وبينادوا له الرز. أنا اسمه الأولاني ما بعرفه، بس بعرف إنه له ابن مسافر برات البلد. ختيار كبير بالعمر، بالستين أو أكثر يمكن. عم بسألك عن بيته، أبو خليل الرز، بتعرفه شي عم؟ لا تعب حالك أستاذ، أخرس ما بسمع. مرحبا عمي، شلونك؟ شو ما عرفتني؟ العتب على النظر يا ابني. كيفو ابنك خليل؟ رجع من السفر؟ تعال معي عمي، امشي معي. سهلا، تفضل يا ابني تفضل. اهلين وسهلين، يعلم الله شرفت. اخ اخ عمي ابو خليل، ليش صار لك زمان ما عدنا شفناك ولا عطليت لعنا؟ اخ يا ابني تفضل عود لحتى نحكي، تفضل. يلا من بعدك من بعدك، تفضل. اهلين وسهلين. اهلين. عم تسالني ليش ما عاد صرتكم يا ابني؟ اخ شوفت عينك، كبرت وما عاد في حيل. اللي شلون ابوك؟ منيح. كيف صحته؟ الحمد لله. طول عمره مثل الحصان، الله يتمم عليه عافيته، الله يسامح. يا سيدي الله يسامح الجميع، خصوصا ابني خليل، راح وما عاد رجع، واصحاب كلهم تفرطعوا، كل واحد بقي بديري، شي مات وشي ضاعت اخباره. انا وابوه كنا مثل اخوات، بس بعد ما ترك المزرعه تغيرت طباعه. مزرعه شو؟ شو اللي ذكركم فينا يا ابني؟ كنا بسيرتك انا والوالد من فتره، واليوم كان عندي شغل قريب هون بالمنطقه، بقى قلت لحالي بمر وبطمن عن صحتك، بس تعذبت كثير لحتى استدليت على البيت. فيك الخير يا ابني، ابني خليل هلا بده يكون هيك مثلك بعمرك، يا اكبر منك بشهر، لاني بتذكر تمام لما كان عمره 20 يوم اجى ابوك نص الليل دق الباب علي وقال لي انه امك ولدت بالمزرعه. ابوك كان شايس خير ما في منه، صاحب المزرعه كان يحبه كثير وكان مسلمه كل شيء، وانا وابوك كنا جيران بالاحمديه. اي نعم، وكان يغيب عن البيت باليومين ثلاثة، بعدين اجى اخذك انت وامك وانتقل على المزرعة. طيب بتعرف هالمزرعة وين؟ لا والله يا ابني، بكذب عليك اذا قلت لك بعرف. كان ابوك يجي كل يوم جمعة يقعد بالبيت ويجيبكم معه انت وامك. كان ابني خليل يحبك كثير وطول النهار تلعبوا مع بعضكم. وبيوم من الايام رجع ابوك وانت معه
وامك ما رجعت الله يرحمها ماتت. قعد ابوك بالبيت جمعة زمان، بعدين ضبضب اغراضه ومشي وتلف الضيعة كلها. بس هلا خلاص كبرت تعبت، رجلي ما عاد تحملني، بتصدق بالله من غير يمين بدي اقول لك على انه روحي ارتدت بعد ما شفتك. الحمد لله على السلامه. اسال الله ايام زمان، اسال الله. أنا يا ابني كل ما لقيت حالك بهالديرة مر علينا. إن شاء الله عمي، إن شاء الله ما بنستغني. يلا عمي بخاطرك. واقف يا ابني بدي أقول لك شيء. يا ابني برضاي عليك إذا سافرت لبرا وشفت ابني خليل قل له أبوك تعب وبحاجة إليك يا ابني. حاضر عمي، إن شاء الله. يلا بالسلامة. مع السلامة، بأمان الله. الله معك. بس بارد هون، شو رأيك تدخل لجوا؟ تأخرت كتير، وين كنت؟ عند أبو خليل. مين أبو خليل؟ أبو خليل الرز. وين شفته؟ رحت لعنده. وشو المناسبة؟ ما في مناسبة، بس كنت معزوم أنا وسعيد لعند واحد زميلنا بالمستشفى عنده مزرعة. شفت حالي قريب عليه، بقلت لحالي بزوره وبطمن عن صحته وبشوف شو أخباره. وشو بدك تشوف؟ هذا رجال كبير وخريف، بدك كب نصحك يوم البحر. الله يكون بعونه. لا بابا، انت عم تظلمه للرجال. هو صحيح كبير وختيار، بس ما شاء الله ذاكرته لساته ممتازه. على فكره حكى لي قصص من 20 سنه واكثر، من وقت اللي تركت الضيعة أنت وأمي ورحت اشتغلت بمزرعة الخيول. ما كانت مزرعة خيول، يا دوب كان فيها حصان أو حصانين للحراتي. ما قلت لك لازم تكب نص كلامه بالبحر. فايت نام، بدك شيء؟ سلامتك بابا. تصبح على خير. وانت من اهله. بابا امي كيف ماتت؟ مثل ما كل الناس بتموت. يعني كانت مريضة شيء؟
بتشكي من شيء؟ على ايامنا ما كان في دكاتره، حتى لما ولدت انت لا رحنا على مستشفى ولا على عياده. جارتنا الدايه هي اللي ولدتك. تصبح على خير. حابب يرجع يتذكر هذيك الايام، بده ينساها. ولا هالشيء ما عم يحكي بالتفاصيل. ابي مو بس ما عنده رغبه يتذكر الماضي، عم بيحاول يخفيه كمان. لانه انكر انه له علاقه بالخيل، وانكر انه كان يشتغل بمزرعه خيل. مع انه الصور وكلام ابو خليل بياكدوا عكس هالشيء. انا متاكد انه هو مخبي علي سر. سعيد انت صعب تفهم طبيعه العلاقه بيني وبين ابي. أنا وعيت على الدنيا بدون أبي. يعني أبي بالنسبة لي هو كل شيء تماماً. مع ذلك بحسه غريب عني. مع إنه الشيء المنطقي إنه الأب بهيك حالة يكون هو بيعوض عن الأم وبيعوض عن الصديق وبيعوض عن الأخ. ما بعرف. أنا متأكد إنه بيحبني. بس بيعبر عن هالشيء بطريقة غريبة. غريبة جداً. صدقني بحس إنه بيخاف مني. معقول؟ بجوز كون عم بالغ. بس الشيء اللي انا فعلا متاكد منه انه هو بيخاف مني. منك انت؟ يا اخي كل ما طلع خلقه او عصب بيقول لي نفس الجمله، انت شي يوم رح تقتلني. هاي جمله مجازيه، اكيد ما بيقصد معناها الحرف. على فكرة أنت حساس زيادة عن اللزوم وعم تبالغ. أبوك بيحبك كثير وبيجوز أكثر من حاله كمان. بس أنت اللي ما عم تقدر تفهمه. راعي شوي، قرب منه وسوء الفهم هذا كله رح ينحل. يا سيدي أنت لازم صار تنتقل على العيادة النفسية. حرام عم بستخسر فيك تضل مساعدي بغرفة العمليات. سلام. خاطرك. شو في؟ ليش قافل على حالك؟ شباك ليش لهلا صاحي؟ انت اللي نايم بكير؟ بعدين هي مو أول مرة بتقفل فيها الباب على حالك؟ هلا لا تعمل لي من الحبة أبي. نحن الختاير عنا حركات غريبة. لا تدقي. يلا تصبح على خير. وانت من اهله؟ Thank you.
مو جاييني نوم. عندك شريط فيديو جديد اتفرج عليه؟ هو قديم بس اعطيني اياه رفيق جديد. على فكرة بابا، المحل اللي حكيت لك عليه اللي كنت شوفه بالحلم حاسس حالي بعرفه كتير منيح. سبق وقلت لي هالحكي. يا ترى أنا رايح له شي مرة وأنا صغير بابا؟ لأنه ما في تفسير تاني. أنا هالمحل بعرفه منيح، شايفه يا أما بصورة يا ببرنامج يا أما رايح له وأنا صغير، ما بعرف، بس هالمحل أنا بعرفه منيح. هلا ما بدك تتركني نشوف الفيلم؟ ما بحبه لفريد الأطرش. لأنه ما عندك ذوق. انت مرة تانية؟ شو قصتك؟ شو قصتك انت؟ ما بعرفه. بيقولوا له ابو سفيان. قلت لك ما بعرفه. طيب هي المزرعة إلى زمان؟ شو يعني إلى زمان؟ يعني من زمان موجودة؟ أنا شو بعرفني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طيب أنت صار لك زمان تشتغل هون؟ صار لي 5 سنين. شو استاذ؟ حكيني، رد علي، رد علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا أهلين. أهلين يا فؤاد. أهلين، كيفك يا ابني؟ الحمد لله. ليش تأخرت؟ كنت عم استناك. تعا معي ابني يا سفيان، تعا. شو بتشتغل؟ أنا دكتور جراح. ما شاء الله ما شاء الله. غريب، ليش ما بده ياني أحكي لك شيء؟ مين هاد؟ أبوك. ليش حضرتك بتعرفه؟ طول عمره هيك، ما حدا بيعرف شو في جواته، ما بشكي همه لحدا، وبعيش وحده وبعيد عن العالم. الخيول كانت أقرب له من الناس. أبوك اتصل فيني لهون وقال لي إنك ممكن تجي وطلب مني إني ما أحكي لك شيء. قلت أنا شو عملت؟ قعدت وسرحت. رجعت لهذيك الأيام وحضرت لك القصة كلها من طقطق للسلام عليكم. حاجته بقى اللي تعال، أنت وابنه وسنده وظهره ومن حقك تعرف كل شيء. عم تخيل منظره لما ترجع على البيت وانت عارفان الحقيقة كلها. الله عليك يا ابو سفيان، يا خسارة.
كان أحسن مدرب خيل بهالبلد. الله يرحمها أمك. هون انقتلي. كان في مرة كبيرة اسمها أم نادر، كانت تشتغل هون بالمزرعة، كانت بتبصر وبتضرب بالمندل وبتقرا الطالع وبتفتح بالفنجان. الناس كانوا يجوها من كل مطرح. الناس أيام زمان كانت تصدق هالحكي، أما هلا كتروا المتعلمين ولاد المدارس وهيك قصص بطلت. وبيني وبينك أنا ما بقبض هالحكي منوب. ليش؟ لأنه كذب المنجمون ولو صدقوا. سيدي بلا طول سيري، كان في فرس مقصلة عن سابع جن. هالفرس ولدت مهر بيطير العقل بذات اليوم اللي اجيت انت فيه. أمك طار عقلها فيه. ايه أمك الله يرحمها كانت ساكنة هون هي وأبوك. كان على ظهر المهر الصغير بقى قد الكف لونها احمر كانها بقى الدم. النادر قالت له لابوك اتخلص من هالمهره، خلي صاحب المزرعه يبيعها، واذا ما رضي اردفها سممها جوعها اعمل فيها اي شيء بس بعدها عن هون. وليش لا يعمل هيك؟ ها هذا يا سيدي قالت وهي اكذب القايلين إنه هالمهر رح يقتل عزيز على قلب أبوك. وبعدين؟ ولا قبلين أبوك ما صدق هالحكي ومرت السنين والمهر صار حصار ما شاء الله حوله. وأمك مثل ما قلت لك كانت تحبه كثير، ما كانت تقرب من الخيول، بس مع هالمهر كانت غير شيء، كانت تحبه. وبيوم من الايام ومطرح ما دليتك تمام، هالحصان اللي كان على ظهره بقعة الدم رمى امك وداعس على بطنه. ابوك ركض، كان قاعد بعيد شوي
وعم يتفرج. ركض. بس شو الفائدة؟ كان أضرب مقاس. ومن يومها أبوك ترك شغلته اللي بيحبها وهجر المزرعة. هاي السيارة مو حلوة، ما حلوة بنوب، قديمة، قديمة كتير، كبة، كبة. يستموا هالايدين. بابا انت خدعتني. انت خبيت عني اكثر من حقيقه. نسيت انه انا دكتور جراح متعلم والناس بتقصدني لحتى ساعدها وحاول اشفيها. بابا انا ماني ولد صغير. انا بقدر افهم وساعد. انا ماني عارفان ليش عملت هيك. انت مو بس خبيت عني الحقيقه، انت حاولت تضللني كمان. أنا ما حبيت إنك تتعذب. بس أنا هلأ عم بتعذب أكتر. أنا هلأ حاسس إني مالي ابنك. عم بكتشف إني طول عمري كنت بعيد عنك وإنت كنت بعيد عني. طول عمري بتعامل معك كشخص غريب ما بعرف عنه شيء. طيب ليش؟ ليش؟ أعطيني السكينة أنا بشر لحالي. خايف مني؟ خايف مني؟ معقول في واحد بخاف من ابنه؟ يا ابني لا تشطح لبعيد. القصة مو هيك. لا هيك ونص. لكن ليش بتقفل على حالك باب الغرفة بالليل؟ عادي هيك عادي. بعرف عادي بس في إلها سبب. طول عمري بحس إنه في شي غلط بيني وبينك. بعرف إنك بتحبني، بعرف، أنا متأكد من هالشي. بس كمان أنت بتخاف مني. بابا منادر وحدة كذابة. أنت رجل مؤمن وبتعرف إنه المنجمين كذابين. اللي صار لأمي صدفة ما لها أي معنى، وهذا اللي على كتفي وحمة، يعني خلل بمادة الميلانين بطبقة الأدمة تحت البشرة. هذا الشيء ما له أي تفسير علمي. اسألني أنا دكتور وبعرف. لا ما بتعرف. حاجة تقلي دكتور، في أشياء كثيرة بالحياة ما بتقدر تفهمها، أكبر مني ومنك. أنا كنت مثلك ما صدق حتى صار اللي صار. لهلا منظر أمك ما بيروح عن بالي، كأنه كابوس مرمية على الأرض والفرس عم يدوس فيها وعم يشقرني وعم يتطلع فيني، عم يقول لي آمن صدق فهم. آمنت وصدقت وفهمت. بس إمتى؟ بعد فوات الأوان، بعد ما صار اللي صار. يعني أنت مصدق إنه أنا ممكن أأذيك؟
انت تصدق انه انا ممكن ارتكب شيء ضدك؟ بابا بابا انا مستعد افديك بروحي. انت ابي. لوين؟ تارك لك البيت وماشي مشان ترتاح، وما راح فرجيك وشي بعد اليوم. انت بدك تموتني، بدك تموتني. تصور انه صدفة سخيفة من هذا النوع خربت حياتنا، نزعت علاقة أبي ابنه السنين كلها. هن الكبار عادة بيتمسكوا بآرائهم وبيكونوا ميالين للإيمان بالأفكار شو من كان. بيجوز بيحسوا بالأمان. بيركوا هيك وبيريحوا بالهم لأنه ما عاد في عندهم وقت لتجارب جديدة. المهم هلا أنت شو ناوي تعمل؟ شيء بضحك. تخيل عم فكر جديا ساوي عملية تجميل لهالوحمة. يعني عم فكر شيء لبركي بيرتاح. لا أنت الثاني مو لهالدرجة. بتعرف؟ أنا متخيل إنه الأمور رح تختلف وأبوك رح يرتاح شوي وتتغير نظرته للقصة كلها لأنه شاركك فيها وما عاد شايل حمل لحاله. يعني هلا أنتوا اثنين صرتوا على المكشوف، بجوز هذا الشيء يريحه شوي. إن شاء الله. يلا سلامات. مع السلامة. هيا بالله ناوليني طبق عبد القادر هيك. ما دقيت الباب؟ خفت تكون نايم لاني تاخرت شوي. بعدين مو هلا وقت نومك؟ نومت بعد الظهر رح ابطلها. تعال افرجيك شو عامل لك. تعال. شو هاد؟ احتفال؟ تستاهل. صحتين وهنا. تفضل. مرحبا نوال. أنا دكتور سفيان. لو سمحتي أعطيني الدكتور المناوب. ألو نعم. أهلا دكتور سفيان. كيفك؟ شو هالحكي؟ هاي تطورات ممتازة. اسمع بستوس، بدي اقول لك شغلة. أنا بكره بدي انزل مع الوالد مشوار. يعني جهات بلودان أو وادي بردة بالسيارة. يا ريت أنت تمر على المرضى بدالي بكره. إيه خصوصي المريض 316 هذا بده فك قطب. ولو بدنا خدمة. تصبح على خير. الله معك. مع السلامة. باي باي.
المستشفى. ورم دموي بالدماغ يستوجب عمل جراحي خلال 12 ساعة. طبعا رح تصيبه هلا حالات اغماء متكرر، واذا تاخر العمل الجراحي ممكن يتحول لسبات. مشكلة شلون بنخبره لسفيان؟ ما في غيرك، انت اقرب شي له. أهلين سعيد، طمني كيفه؟ مع الأسف ما في شيء بيطمن. طيب ندى حواليك شيء؟ هلا كانت هون، خليها تحكي معك؟ لا لا ما في داعي. على فكرة المدير كمان من رأينا، ما في قدامنا غير العمل الجراحي، وكل ما بكرنا كل ما أحسن. شو سفيان؟ لا لا ما في شيء ما في شيء. بتحب أجي لعندك؟ لا أنا رح أجي لعندكم. طيب مثل ما بدك. وينك دكتور سعيد؟ معك معك. جهزوا لي المريض وجهزوا غرفة العمليات، أنا جاي فورا. هيك أحسن، نحن بانتظارك. شبك ما رح اقدر. معقول؟ يا اخي ما عم بقدر، ما عم بقدر، ايدي عم يرشف وما عم بقدر اتحرك. هذا قلبي، ولانه ابوك انت اللي لازم تعمل له العمليه. انت احسن جراح بهالمستشفى، وكل الناس بتثق فيك وبيجي لعندك من اخر الدنيا، شو صار لك؟ ممكن اسوي اصعب عمليه لاي شخص غريب، اما لابي ما عم بقدر اتخيل حالي وانا عم بجرحه، ماني عارفان شو بدي اسوي.
انت خايف لا سمح الله يصير له شيء. انا شايف انه ام نادر فايته لجواتك بدون ما تحس. هلا وقت مزحك انت الثاني. بس انا ما عم امزح. ما عم تحكي انت. انا دكتور رجل علم. معقول تتركه وهو بحاجه الك؟ ما عم بقدر، ما عم بقدر. ايدي عم يرشفوا. صعيد البركه فيك انت. يلا. انا رح ضل قريب من هون. اذا لازمكم شي نادوني. مساعدي شو عملت انا؟ انا قتلته، انا اللي قتلته.